موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع روكت ليج جديد، واليوم معي عبادي لاول مره في القناه. يا هلا وسهلا. مرحبا مرحبا مرحبا. والله لي الشرف يا اخواننا نلعب مع سلوم، يعني نشرفه في قناته. اهلين ترفيه. صراحه هذا شيء كان ودي فيه من زمان لكن ما حصل فرصه. اهلين ترفيه. اوكي، مو تعرف يعني شوف الرساله قبل سنه راسل لك يعني لم نلقى جواب، ولكن الان تحقق الحلم. اصبر، وش اللي سنه بسكب انت؟ روح بيصدقون لا نمزح يا اخوان بس. اليوم مع عبادي صاحب اللعب النظيف. مرحبا شباب، لا تنسون لايك اشتراك، واذا تبون مخاطب مع عبادي اكتبونه تحت في الكومنتات، ولا تقصروا بالدعم. وقناه عبادي تحت في الديسكربشن، وصلوا 50,000 يعني ترون، يعني ما بقى شيء على 50,000. المهم كود الايتم شوب، كود الايتم شوب، والله اني داخل عليه. في اس ال. اوكي بس مع السلامه، خلونا نبدا كوم بلعب نظيف على طول. انت لازم تغير السياره، انت الشحنات هذا ما تعرف تستخدمها. طيب خلينا نغير السياره. سياره عشوائيه. سوي حب سياره عشوائيه والفوز في الجيب مره. والله مره ما يحتاج، انت بس يكون في تكتيك، يعني واحد دفاع واحد هجوم. كستمايز كار كويس. لا مو والله اوكتين. لسه روح. لا هذا طيب. اي لعب علي، اعطاني اوكتين ثم شوف شعار سعودي جيمر بس. بس يعني يبون ايش؟ وانا الحساويس والمشاعر يعني تعود للماضي. اذا ما فزنا عاد نبيع بصل ونشبه لنا حل، لانه مو طبيعي مع الديموندات. صوت سيارتي يوتر. طيب مزكم الصوت. سمعته؟ والله اتحداك تسجل هدف واحد، اتحداك. الصوت ما ودك تضغط بوست حتى. والله تستاهل نفسك. لا صوت، لا انت اسمع، انت وخر عني عشان لا تدفع انا يمين اتسار. ها ممكن اجيبها لك ما تدري. يا عيني والله لا نظيف شباب. ما صدمته والله، دخلت في المرمى انا وياه. بالله بسم الله. لا خلاص، بس دام احنا افتتحنا التسجيل خلاص ايزي. سوف تعطر. الله اكبر، والله ما ودي انفجر ترى، بس يعني كملها يا عيني. اطلع اوفر. اوكي عندي. يا عيني والله، بس الهدف الاول خلاص الحين، لانه هذا ما راح نوقف اهداف باذن الله. يا مستر ستايل الف يا شباب. ايوه ممتاز. انا صدمتك وانت صدمته، وش السالفه؟ لا 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 وربي حرام، خلص البوست. انا كل ما افجرهم في ذا الجيم بالغلط. لو ننوي التفجير شو يصير؟ عندك ولا؟ روح انا ترى وخرت عنها، بس ما ادري كيف جاتني، ولكن هدف. هدفك يا معلم كبري. طعم الشوطه بالسياره المنتهيه يمين بالله. عارف اللي انا اشوفه كذا، وخر هذا، خليه يروح ما ابغى اسمع. شوف الكبري، اعطيته كبري كذا من تحت. يا ساتر. يو هدف وتفجير. الحمد لله هدف وتفجير. السيارة هذا على الفاضي يا اخوان. هدف وتفجير. تعرف اللي هدف غصب؟ ركيت فوق سيارته وغصب ما قدرت. يو عمري الاسيست. يو يمين بالله يا اخوان، الانتفاضه اتت بعد ثاني جيم. في اسرع من كذا؟ انت قلت لي بس حط سياره راندوم. بعد اسمع انت، فانت ايش يعني؟ نحاول نفجرهم، ايش رايك؟ لازم يقطع ام الفيك اللي صار. الله اسطوره. نايس والله. قول تحت السيطره والباب حقهم. بدف لك. ايوه هدفك. انت اللي جايبه. كيف جبتها انا؟ انا والله انا حضنتها، عارف عشان لا تروح بعيد ولا شيء، سويت لها بلوك كذا بكامل سيارتي. يا ساتر. ما نستعجل. الله يقرا العرض، الله يطلع. اوكي خذ بس. سجل هذه ايزي جول. يا شباب خلوه يسجل، ما عاد بقى شيء. مقطع عنده ترى. شو تبقوا ما عندك؟ يلا. اوكي بدفع وسط كمان، خذ. لا يا عمري. هدف عندك شفت الحارس يا عيني. هذه هجمتك، انا ما عندي بوست. اوكي الباب يعني شبه فاضي، دف وسط بس. كملها. هدف كملها. انا بعيد، انفض يا عيني. يوه يا اسطوره يا شيخ، والله شفت لهم نشفه الارض.
شكله خطير هذا. يوم شيء ما بدي ما فاهم ما عليه. اي هذا شنو قف السقف وترجع لك. اوكي لك اذا تقدر يعني. لا هدف. لا بعيد انا هدف. لو وشلون شكله. هلا هلا الله ياخذ بليس بلك. شت وات ايش صار؟ والله النظيف هذا يجري في دمنا صح. يو هدف اقطع ام النشبه. يو يا البلوك ايش تلقوا عبادي يعني نعطيهم امل ثم نقتلهم في الدقائق الاخيره. انا اخذ بوست افجره في الجو ولا اخليه؟ والله والله حتى ما اخذ الجواب السريع. لا 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 الهرب بالشد طلع خشيت بينهم. اوكي اي 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 اي, أي. والله علقني الحمد لله البف فاضي. روح شوف بس وين شد يا عين. نايس هذا كيف اصطفها زي كذا. جاني لاك جاني لاك جاني لاك جاني لاك جاني لاك. عندي 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 كمل تكفى. يا عيني والله اني انا استسلمت قلت هذا بس هدف. خلا خلا يا عمري. انا اعطيت على اخر شيء قلت اذا ما جابها انا بدفها. صارت بعيده مره. اي وانا يا عمري عادي. الله يا القم القم قعدت سنه اوزنها. يا سموك والله سموك انا بس الحين نقدر يعني ايش نجازه القم بعد يعني البازوكه طلعوا يجي شباب. الله يسلمهم هذا داعي خليهم يسحبوك. ما يصير ما في مستوى شباب. هذا نيته تفجير هذا. انا اوريه يمزع انتبه. الله اكبر ايش السيف هذا. ما ادري انا ما ادري ايش خشيت معك. مو مشكله تروح مع الكوره كذا. اطلع اطلع احط البوست حقه يا عيني. يعني يوه يا عبادي يوه لا يقرا امنا جامد. انا حاولت اوزنها هنا بعدين هوب والله جاء. يا ساتر انا عندي هو طقه وانطقيته وشوف يا ساتر. حتى انا ترى يا عمي وربنا شبونا ذولي. يوه خلاص سوينا هدف. ايوه امشي. لا انا والله تعب. انا رحت اخذ بوست على اليسار شايف هنا وطقته يقطع شكله. والله ابغى اتصدى يعني. شو شو تبغى نايس لك. لا لا يقلع من القهوه. لا لا يقطع ام الحاله ما ادري شو صدى. كانت حلوه. شو شو لك 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 تكفى. الله عليك والله نايس. لو يجيب هدف قبل اوفر تايم يا ربي يا ساتر. جداري يا ساتر يا رب. اول مره انا كنت بجيب دبل تش بتصدى الرمه الحين جاء هدف. يلا اطلع برا التويه اطلع برا. اوه ربي ناس كمبار. والله لو ما توصلون 15000 لايك والله بزعل. ولو ما توصلون عبادي 50000 بزعل بعد. ولو خلاص امزح. اهم شيء ترى اللايك والباقي والاشتراك يعني. نعم اللي مو مشترك يعطيكم العافية المشاهدة وإن شاء الله استمتعتوا في المقطع. نراكم على خير في أمان الله. سلام إلى اللقاء.